بوروتو تو بلو فورتكس، هذا هو اسم الموسم الثاني من أنمي بوروتو الذي قد تم الإعلان عنه هذا الأسبوع. تم الإعلان عن موعد بداية الموسم الثاني وتسريبات الموسم الثاني، كما أنه أيضا قد تم الإعلان عن ديزاين ساردا الجديد. في هذا المقطع سنتعرف على موعد بداية الموسم الثاني، سنحلل التسريبات وسنحلل شخصية ساردا من خلال لباسها. ولكن قبل ذلك، إذا كنت جديد في القناة شرفنا بلايك، اشتراك، انضم إلى عائلتي وضع لي تعليقك المحفز، وبدون نطلع أكثر Let's go في هذا المقطع الأسطوري. طيب إذن يا جماعة، فقد تم الإعلان على أن الموسم الثاني من بوروتو سيبدأ في المانجا في 20 من شهر 8 القادم. يعني سنشهد هناك عودة مانجا بوروتو وسنشهد تخرجه من القرية هو وساسكي. فكما نعلم جيدا يا جماعة أنه اختلاف كبير بين الأنمي والمانجا، فمن خلال التقييمات فالجزء الأول يا جماعة المانجا سأعطي لها 8/10، بينما الأنمي سيكون 2/10، لأن هناك اختلاف كبير جدا، وأبرزه هو التمطيط، أيضا فخامة الرسم والأحداث التي تتعاقب وكل شيء. فأنمي بوروتو لم يقدم لنا سوى بعض من الحلقات وبعض من الأركات، أما الباقي كله حشو إضافة إلى فلات وكل تلك الأمور. هذا ما جعل الأنمي لا يرقى استحسان كبير جدا، وتم إيقافه من طرق الأستوديو. كانت فكرة جميلة جدا، لأن الأنمي يا جماعة عندما يعود ستكون المانجا قد أخذت الكثير من الأفضلية، وسيتم اقتباس أركات كاملة ولن يكون هناك في حشو كبير جدا. إذن بهذا المنطق يا جماعة سنتكلم أولا على اسم تو بلو فورتكس. هناك كثير يا جماعة لم يتوقعوا هذا الاسم، هناك من يقولون أنه الموسم الجديد سيكون بوروتو رايدن أو بوروتو ذا لاست شينوبي أو بوروتو شيبودن، إلا أن الكاتب خرج لك بتو بلو فورتكس. ولكن هذا الاسم ليس مشتقا هكذا فقط، وليس أي اسم عادي، فهو يحمل الكثير من الدلالات، وأظن أنه يعني اثنان من الدوامتان الزرقاوتان. فكما نعلم أن الدوامة هي إشارة لعائلة الأوزوماكي أو عائلة ناروتو. إذا قلنا أن هناك اثنان، لماذا اثنان تحديدا؟ لأن ناروتو يمتلك ابنان، الطفل وطفلة، بوروتو هيماواري، بوروتو الذي قد بدأ في معاناة أبدية، بوروتو الذي فقد كل شيء، بوروتو الذي قد تم تغيير قدره عن طريق قدرات أيضا. فكما نعلم يا جماعة أن السبب الرئيسي في خروج بوروتو وهروب بوروتو من القرية هي قدرات أيضا التي قد استعملتها، أثرت على ذكريات الجميع، ولقد أصبح بوروتو قاتلا في نظر جميع كونها. لم تتأثر سوى سوميري، إضافة إلى ساسكي حتى ساردا. أما بالنسبة لساسكي يا جماعة فكما قلت لكم أنه لم يتأثر أو اقتنع بسبب طفلته التي قد أظهرت المانجيكيو شارينغان لحماية صديقها بوروتو. إذن من هذا المنطلق فهيماواري تأثرت بهذا الأمر، وهذا سيؤثر كثيرا على هيماواري. فكما نعلم يا جماعة أن منذ البداية كان الكاتب يهيئ لكل شيء، عمك كيشيموتو قد فكر في كل شيء. لما أعطى ناروتو طفلين بدلا من طفل واحد، فهو كان ماذا يعرف ماذا يفعل. إذن من هذا المنطلق سنشهد بوروتو يخرج مع ساسكي من القرية، سيتدرب مع ساسكي، بينما هيماواري هي الأخرى ستقرر سيد مستوى قوتها وستحاول البحث على بوروتو من أجل الانتقام لأنه قد قتل والديها. هنا أيضا يا جماعة سنشهد قتال ملحمي بين بوروتو إضافة إلى هيماواري، ذلك القتال الذي يمكن أن يكون من بين أفضل القتالات التي سنستمتع بها، مثلا قتال إيتاشي وساسكي في السابق. إذن من هذا المنطلق يا جماعة إلى تو بلو فورتكس، يعني دوامتان زرقاوتان، وهي إشارة كبيرة جدا لبوروتو وهيماواري. إذن ندخل الآن إلى ديزاين ساردا. ساردا يا جماعة قد ظهرت بلوك جديد، شعر قصير، وذلك الشيء الذي لم يتوقع الكثيرين. لم نكن أبدا ننتظر أن الكاتب سيقوم بالإقدام على شيء مثل هذا، إلا أنه قد فعل ذلك، وكل تغيير لديه دليل. أولا شعر قصير كان يعني كدلالة على أن ساردا قد قامت بنفس ستايل شعر بوروتو، تريد أن تتذكر بوروتو دائما، ذلك تيمنا على بوروتو، وأيضا كأنها دائما تتذكره وهو في نفسها دائما. شاهدنا الأقراط، أقراط عشرة الأوتشيها لا يجب التكلم عليها، أما ذلك الشيء على رقبتها فهي أيضا علامة على عشيرة أمها، عشيرة ساكورا وهي عشيرتها رون. وهناك أيضا جماعة شاهدنا الجاكيت وهي نفسها مثل جاكيت بوروتو.
إذن هذا كله التي قد قامت به سارتا دليل كبير جدا على تأثرها الكبير بخروج بوروتو من القرية، ودائما ما تحاول تذكر بوروتو بأبسط التفاصيل. وهنا يا جماعة يمكن أقول لكم أن ذلك سيدفع سارتا إلى التدريب وزيادة مستوى قوتها، كما نعلم جيدا أن سارتا يجب عليه إتقان المانجيكيو شارينغان التي قد قامت بإيقاظها، فأظن أنه بعد قفزة زمنية سنشهد تطور كبير جدا من النابغة سارتا. ولكن السؤال المطروح هنا يا جماعة، بما أن ساسكي خرج من القرية، فمن يدرب سارتا على المانجيكيو شارينغان؟ من هو الشخص الذي يمتلك القدرات اللازمة والإمكانيات لتدريب فتاة الأوتشيها أو أسطورة الأوتشيها المستقبلية؟ فأنا فكرت جيدا، قد أخذت بعضا من الوقت وبدأت أستخرج الشخصيات، لم أجد سوى شخصية واحدة موجودة في القرية يمكنها مساعدة سارتا، وهو نفسه النينجا الناسخ كاكاشي. فكما نعلم يا جماعة أن كاكاشي قد تم إخراجه حرفيا من الأحداث منذ بداية بوروتو، لم يظهر كثيرا، وأظن أنه في المانجا لم نشاهده سابقا لحد الآن. هل ستكون هذه العودة الحقيقية للهوكاغي السادس الذي سيظهر أخيرا في بوروتو، خصوصا بعد اختفاء ناروتو؟ فكان يا جماعة أن اختفاء ناروتو يعني أن القرية تحتاج إلى هوكاغي، كما حصل سابقا بعد موت الهوكاغي الرابع. قد قرر الهوكاغي الثالث أن يتولى القيادة. وإذا ركزتم جيدا في الحلقة الأولى من أنمي بوروتو يا جماعة، فكما تعلمون أنه لم يظهر وجه ثامن للهوكاغي، إذا أظن أنه لم يتم تعيين هوكاغي ثامن، سيكون كاكاشي الذي سيعود لمنصب الهوكاغي. هناك إذن يمكن أن نراه يدرب سارتا حول تقنيات المانجيكيو شارينغان، حتى السوسانو، حتى الكثير من الأمور. فكاكاشي يا جماعة أحد أفضل المدربين في تاريخ ناروتو، وأظن أنه سيجعل من سارتا وحشا حرفيا في الأحداث، ولدى بداية الموسم الثاني ستكون حاضرة لدعم بوروتو بكل ما لديها من قوة. هناك شيء آخر محيرني يا جماعة، ما الذي حصل مع كاوكي وما الذي حصل إلى للقرية؟ هل هاجم كود؟ بالكلام حول كود يا جماعة، لا أظن أنه أبدا سينتظر عامين أو ثلاث سنوات أو حتى أربعة للهجوم على كونوها. ومن هذا المنطلق أؤكد لكم أنه خلال خروج بوروتو وساسكي من القرية سيهاجم كود. من سيكون الشخص الذي سيحمي كونوها من هذا الخطر؟ هل سأقول لكم أنه كاواكي سيكون هو البطل الذي سيحمي القرية خلال غياب بوروتو ساسكي والجميع، ومن هناك أيضا سيكتسب محبة الجميع؟ حرفيا الكاتب لما يلعب لك بالأمور يا جماعة سيجعل كل شيء كأنه تمام التمام. يعني كما نعلم جيدا أن بوروتو قد انقلبت حياته، لقد أصبح الجميع يكرهونه، ومن هذا المنطلق سيحاول الكاتب أن يجعل من كاواكي محبوب الجميع. ذلك ما سيؤثر كثيرا على أفعال بوروتو وعلى كل شيء في القرية. من هذا المنطلق جماعة سأقول لكم أن دايمون إضافة إلى أيضا حتى كاواكي هم من سيقومون بحماية كونها من خطر كود، وهم من سيقضون على كود الذي يحاول الهجوم حاليا. فهجوم كود القادم سيكون فتاك، إلا أنه بوجود ثلاث شخصيات من الصنف الأول، فلا أظن أبدا أن القرية ستكون في خطر كبير إلى هذه الدرجة. بخصوص هيمواري، فكيف ستتمرن هيمواري؟ أظن أنها ستحاول إتقان البيكوغان الخاص بها، وأنا أشك أنها ستتمكن من إظهار تقنية جديدة أو دوجيتسو جديد من خلال البيكوغان الخاص بها. فلا أظن أبدا أن عين هيمواري ستبقى بيكوغان، فأظن أنها ستتحول إلى تينسينغان، هذا الذي يجول في خاطري الآن. كما أيضا يمكن أن نراها تلتقي بالبيجو مثلا شوكاكو أو شيء مثل هذا، لأنه كان يوجد علاقة بينها وبين وحش البيجو الخاص بجارا سابقا. من هذا المنطق يا جماعة سأقول لكم أن الموسم الثاني سيكون فتاك، وأنا هنا لتحليل كل شيء نقطة بنقطة. إن لم تشترك في اشتراك كثيرا على لايكات. سنلتقي في المقطع القادم بأسرع وقت ممكن إن شاء الله.